أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان مكان الحاجة في الحمام وإذا قضينا حاجتنا أكرمكم الله والحاضرين ونريد أن نتوضأ، هل نخرج من الحمام ونقول الدعاء الوارد أو يكفينا أن نقوله في الحمام ثم نتوضأ في مكاننا؟ قبل أن تدخل الحمام تقول بسم الله، أعوذ بالله من الكبر والكبائر، النبت الشيطان الرجيم، هذا يكفي إن شاء الله عند الدخول بالحمام. إذا ذكرت اسم الله عند الدخول يكفي